عرفي نفسك بعد اذن حضرتك. اسم حضرتك؟ مدام ايناس عبد العزيز. اه مدام ايناس، انا شفت حضرتك الثلاث والاربع والنهارده الجمعه والخميس، وايه بقى عايز بس رؤيه عشان المشاهد يعرف بس ايه الموضوع بالظبط. فيش، احنا موجودين هنا طبعا في ميدان خاطر بنحب مصر جدا. تمام. بنحب مصر، عنده استعداد انه يموت نفسه عشان خاطر مصر. اه لان انا بقول هي مصر امنا واختنا وكل حاجه. اه موجودين النهارده علشان شايفين ان مصر لحد دلوقتي مش باين صلاحيات رئيس الجمهوريه هتروح لمين. آه. وان الصراع اللي موجود دلوقتي على الساحه كلها على صلاحيات رئيس الجمهوريه هتروح لمين. آه. اللي هتروح للبرلمان وهل او هتروح للمجلس العسكري او هتروح في ايد الرئيس اللي جاي. احنا طبعا بنرفض ان الرئيس اللي جاي يجي بنفس الصلاحيات اللي موجوده، ان هو يبقى رئيس اعلى من المجلس اعلى للقضاء او اعلى من البرلمان او اعلى من الحكومه. فاحنا موجودين هنا عشان صلاحيات رئيس الجمهوريه، المفروض الجيش صلاحية، البرلمان صلاحية، الحكومة صلاحية، المفروض الصلاحيات دي تتقسم على الثلاثة. آه. بس فاحنا موجودين هنا علشان دي. تاني حاجة علشان الضباط اللي قتلوا المتظاهرين، لحد دلوقتي المحاكمات بتاعتهم بتتأجل لحد دلوقتي. وفي تسريبات بتتقال في الميدان كله بتقول ان السبب الأساسي ان الضباط دي ما تتحاكمش وان كل المحاكمات بتاعتهم بتتأجل لشهر 9 لسبب واحد، ان هم محتاجين الضباط دي علشان بعد ما بعد انتخابات البرلمان خلاص وتظبط الدنيا كلها على ايا كان خلاص، وان في صفقه موجوده بعد الصفقه دي هيبقوا محتاجين يلموا كل الناس المعارضه اللي موجوده على الساحه، فالضباط الداخليه دي هم الوحيدين اللي هيعملوا اللمه دي كلها. هو ده سبب ان كل المحاكمات بتتاجل لشهر 9، ان شهر 9 ده هو الفيصل في مصر كلها للشعب المصري. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف احنا دلوقتي رايحين لفين. الضباط دي هل تاجيل المحاكمات بتاعتها علشان هنستعان بيهم بعد كده ان هم اللي هيلموا الاخوان المسلمين من بيوتهم زي ما كانوا بيلموهم قبل كده؟ هل البلطجيه اللي بيقال ان الداخليه مسرباهم في الشارع الضباط دول هيلموا البلطجيه دول عشان هم عارفين اماكنهم وبيعرفوا يلموهم؟ فكل دي تسريبات موجوده في الميدان وموجوده في الشارع المصري. احنا عايزين نعرف الحاجات دي صحيحه ولا كذب. لو هي كذب المحاكمات دي مش سريعه ليه؟ واشمعنى كل المحاكمات بتتاجل شهر 9؟ اشمعنى؟ ايه السبب في كده؟ بس دي نمره واحد، نمره واحد واثنين، نمره ثلاثه ان الناس كلها بتتساءل الميزانيه الجديده اللي معموله اللي عاملاها وزاره الماليه خلاص؟ شايفين ان الميزانيه بتاعت الداخليه هي اكبر مرتبات الداخليه 5 مليار والامن القومي 11 مليار، في حين ميزانيه التعليم 4 مليار. ده معناه ايه؟ معناه ان التعليم بتاعنا اللي هو تعليم ولادنا ما يستاهلش ان احنا في الميزانيه نخصص له جزء كبير، في حين مرتبات الداخليه ومرتبات الامن القومي تبقى ميزانيتها اعلى من الكلام ده. ده معناه ايه؟ ان الضباط الداخليه اللي قتلوا المتظاهرين بيكافئوا حتى كمان في الميزانيه الجديده ان مرتباتهم تزيد 100% علشان خاطر ايه؟ كل دي تساؤلات بتدعو الناس للشك. ولا بيحصل في مصر ده ليه؟ ده مش هو ده الطريق اللي احنا المفروض نمشي فيه. احنا ممكن كل الناس دي تستنى 30 سنه عشان عجلة التنمية وتبقى ماشية، بس ماشيني في النور، ما تمشينيش في الضلمة وطريق معوج. أنا أتشك في الكلام ده. حسني مبارك وجوده في شرم الشيخ ده مش هيعمل غير إذا كان قاعد هنا مطمن إن محدش هيقرب منه. خلاص؟ جمال مبارك في تسريبات بتقول إن شايفوه فوق على كوبري 15 مية، مفيش أي نفي يتقال الكلام ده. فده معناه إيه؟ إن جمال مبارك بيخرج ويطلع، علاء مبارك بيخرج ويطلع، حسني مبارك بيتشمس في شرم الشيخ. فده معناه ان احنا لحد دلوقتي ما خدناش حاجه، وكل اللي بيحصل موضوع من كسب الوقت لحين شهر 9 لحين الصفقات اللي معموله على الشعب المصري تتم. بس شكرا. العفو. شكرا. تروح ده.